شعت شموس التي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد، صلى الله عليه وآله. وقلنا فيما مضى إن هذه المسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقدية، ولها آثار كبيرة في الفكر والعمل، بل يمكننا أن نقول إن هذه المسألة ترتبط بكل مفردة من مفردات حياتنا اليومية، كل خطوة نخطوها في هذه الحياة لها نوع من الارتباط بقضية العصمة. ربما يبدو هذا الكلام غريبا، ولكن لاحظوا هذه القضية: كل خطوة نخطوها وكل مفردة من مفردات حياتنا محكومة أو يجب أن تكون محكومة بمحددات فقهية وبضوابط فقهية. هذه المحددات
وهذه الضوابط ترتبط ارتباطا جذريا بقضية العصمة. ما هو المصدر الذي نتلقى منه هذه الضوابط والمحددات؟ إذا ثبت أن هنالك جهة معصومة فلا بد أن نتلقى هذه الضوابط من تلك الجهة. ما تقوله تلك الجهة يمثل الحق المطلق، وكل رأي يخالف ما تقوله تلك الجهة المعصومة فهو يمثل الباطل المحض. الله تعالى يقول: ماذا بعد الحق إلا الضلال. بعد الحق شنو أكو؟ هنا تنتهي منطقة الحق. بعد الحق شنو أكو؟ الضلال. فالجهة المعصومة تمثل الحق المطلق، والجهة التي تقابلها تمثل الباطل المحض. احنا اذا عرفنا ان هذا الفرد علي بن ابي طالب مثلا صلوات الله عليه، اذا ثبت لنا انه معصوم، هذا معناه كل ما يقوله يمثل الحق. ففي كل ضابطة تشريعية واعتقادية يجب أن نلجأ إليه. إذا أكو هنالك رأي في قبال رأي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، شنو تقييمك لهذا الرأي؟ هل تقول إنه اجتهاد؟ أبدا. في مقابل العصمة لا يمكن أن تقول اجتهاد، في مقابل العصمة هنالك باطل مطلق. إحنا ألا نعتقد بأن القرآن الكريم معصوم؟ الله تعالى ألا يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الآن إذا أكو عقيدة ضد القرآن أو أكو شريعة ضد القرآن، كيف تحكمون على هذه العقيدة أو الشريعة أو الفكرة؟ تقولون اجتهاد؟ في مقابل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يوجد اجتهاد، وإنما يوجد الانحراف ويوجد الضلال. كذلك بالضبط بالنسبة إلى الجهة المعصومة لا يوجد في قبالها اجتهاد، وإنما يوجد الضلال والانحراف المحض. إذن هذه القضية، قضية العصمة، ترتبط بكل جزئية من جزئيات حياتنا، لأنه كل جزئية من جزئيات حياتنا فعلا وتركا، مباحا، مستحبا، مكروها، واجبا، محرما، الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، كلها لها ضوابط. من أين نتلقى هذه الضوابط؟ فهذه القضية فوق ما نتصور وفوق ما ندرك، قضية مهمة جدا، وليست قضية عقائدية في بطون الكتب. ذكرنا فيما مضى ثلاث مقدمات وخمسة مباحث، وانتهينا في المبحث
سادس إلى طرح سؤال ملح، وهذا السؤال يقول: كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وما نجده من المضامين المأثورة التي تتضمن الاعتراف بالذنب؟ اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. هنالك عدة إجابات. الإجابة الأولى هي الإجابة التي ذكرها علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس، وهي أن هذه الأدعية إنما كانت لأجل التعليم. الإجابة الثانية هي الإجابة التي اختارها في برهة من حياته علي بن عيسى الإربلي، وهي أن هذه الأدعية تمثل نوعاً من أنواع التواضع أمام الخالق. الإجابة الثالثة إن هذه المضامين وهذه الأدعية تمثل نوعاً من التدارك لترك الأولى. هذه الإجابة طرحها على نحو الاحتمال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 210. نظرية ترك الأولى، هل يمكن القبول بهذه النظرية بالنسبة إلى أهل البيت وبالنسبة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نطرح سؤالا آخر، وهذا السؤال: عندما يصدر ترك الأولى من شخص لماذا يصدر؟ عندما العقل يقول لك هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، أو عندما يقول لك الشرع هذا هو الأولى، لماذا يصدر ترك الأولى؟ الإجابة الوحيدة المعقولة عادة هي غلبة القوة الوهمية أو الغضبية أو الشهوية على القوة العقلية. هذا الطعام ضار لك بضرر لا يصل إلى درجة التحريم، العقل يقول لا تأكل، الشهوة تقول كل، الأولى ألا تأكل. لماذا أكل المريض الطعام؟ لأن قوته الشهوية انتصرت على قوته العقلية. المؤمن يستيقظ سحراً لصلاة الليل،
أظن أكو في الروايات أن هنالك ملك يوقظ المؤمن لصلاة الليل، يمكن لحظة يستيقظ يقوم. الشرع والعقل يقول له قم، ولكن الشهوة تقول له نم. إذا نام كما نفعله عادة كثير منا، ليش؟ لأن القوة الشهوية يعني شهوة النوم انتصرت على القوة العقلية. هل يمكن أن تتصوروا هذا المعنى في أئمة أهل البيت وفي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ هذه الصفوة التي اختارها الله وانتجبها الله، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هل يمكن أن تتصوروا فيهم هذا المعنى؟ المؤمن العادي يعني إحنا عندما نقدم على ترك الأولى في كثير من الأحيان نشعر بالامتعاض وتشعر بالألم. من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروه إلا إذا كان معه الجوز. الآن واحد من المؤمنين أول الصبح يريد أن يأكل الخبز والجبن، ويدري الله يقول له لا تفعل هذا العمل، مو حرام ولكنه مكروه، يرتكب هذا المكروه، ما يشعر بالامتعاض لذلك. في بعض الأحيان ألا يشعر أن هذا نوع من أنواع التحدي، درجة من أنواع من درجات التحدي مع الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لا تعمل، الله يقول ما أحرم عليك، مو حرام ولكن لا تفعل. هذا مو نوع من أنواع التحدي مع الله سبحانه وتعالى؟ إحنا نفعل هذا العمل مع شخص عزيز علينا كأبينا وأمنا، إذا أبونا أو أمنا يكرهون عمل معين ولا يحرمون ذلك العمل، يقول أنا ما أحرم ولا أعاقب ولكن ما أحب هذا العمل. الشخص المهذب المؤدب هل يقدم على مخالفة أبيه أو أمه أو شخص كريم عنده؟ يقدم أو لا يقدم؟ الوالد رحمه الله في كتابه من فقه الزهراء صلوات الله عليها المجلد الأول صفحة 190 الوالد يعتقد بأن أهل البيت، بل يعتقد أن كل الأنبياء جميعا لا يرتكبون حتى ترك الأولى. وهذا المطلب متعرض إليه في مجموعة من كتبه، منها كتاب فقه العقائد صفحة 36، ومنها كما في الهامش في كتاب البيع المجلد الخامس صفحة 247، ومنها في هذا الكتاب. ومن الأشياء التي تقال أيضا أنني عثرت أن هذا رأي صاحب الجواهر أيضا، صاحب الجواهر في الجواهر
المجلد 38 صفحة 103، يقول حول الإمام: ولاطلاعه على المصالح الواقعية وكونه معصوما عن ترك الأولى فضلا عن غيره، إلى آخر كلامه، راجعوا في الجواهر. الوالد رحمه الله يستدل على ذلك بقوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول: وهذا يدل على ما فوق العصمة، لأن العصمة عبارة عن الاعتصام عن الذنب والسهو والخطأ والنسيان والجهل وما أشبه ذلك، والإطلاق يدل على ما فوق ذلك. الرجس الألف واللام فيها للجنس وتدل على العموم. ارتكاب المكروه نوع من أنواع الرجس، وهذه الآية تقول إن أهل البيت لا يرتكبون الرجس، فإذن لا يرتكبون المكروه، والإطلاق يدل على ما فوق ذلك ويشمل حتى ترك الأولى. وكذلك ويطهركم تطهيرا، حذف المتعلق كما يقول علماء البلاغة يفيد العموم، فيشمل حتى ترك الأولى أيضا. فهذه النظرية الثالثة، نظرية ترك الأولى، مرفوضة عند مجموعة من العلماء. وبذلك ننتهي إلى نظرية رابعة في هذا المجال نسوقها ولو على نحو الاحتمال أو على نحو في الجملة، ونمهد لهذه النظرية الرابعة بمقدمة قصيرة. الإحساس بالألم والوقوف موقف الاعتذار أحيانا يكون نابع عن شعور بالعظمة في جانب، والشعور بالقصور لا بالتقصير في جانب آخر. أنا أمثل لكم بمثال من الواقع الذي نعيشه حتى تجدون أنه هذا الإحساس المزدوج كيف يؤدي بنا إلى الشعور بالألم وإلى الوقوف موقف الاعتذار. هنالك فرد يشعر بأهمية العلم، أطفالنا شايفيهم أول ما يروحون إلى المدارس لا يشعرون بأهمية العلم وبعظمة العلم، في اليوم الأول يذهبون باكين، وفي بعض الأحيان يفرون، في بعض الأحيان بالإكراه الآباء يأخذونهم إلى المدارس. ليش؟ لأنه لم يفهم أهمية العلم وعظمة العلم. ولكن شيئا فشيئا هذه الحالة قابلة للإيجاد وقابلة للتنمية. الإنسان شيئا فشيئا يشعر بعظمة العلم وبأهمية العلم وبلذة العلم، العلم في لذة.
ذلك الرجل كان يقول: أين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ لو عرفوها لقاتلونا عليها. أبناء الملوك لا يفهمون هذه اللذة، لذة العلم، كثير منهم. عندما تشعر بأهمية العلم من جانب، ومن جانب ثاني تشعر بالقصور، كم تبذل من وقتك لطلب العلم؟ الشيخ الممغاني رحمه الله كاتبين في أحواله في فترة من حياته كان مشغول بتأليف كتاب، كان يصرف من وقته 18 ساعة يوميا في المطالعة والتأليف. كان يروح إلى سرداب من سراديب النجف الأشرف ويقعد هناك مكبا على المطالعة والتأليف، وأهله كانوا يخلوا له الطعام في زبيل ويشدونه في حبل ويدلون هذا الحبل من فوق عبر فوهة البئر إلى تحت، فهو كان يجي يأخذ الطعام، يبدون وحده كان هناك بالسرداب ويأكل. الشيخ الممغاني الكبير، نشوف هذه الآثار الضخمة اللي عنده. هذه الآثار لم تأتي من فراغ، وراءها هكذا هم 18 ساعة مكب. كم ساعة بقيت لصلاته واستراحته ونومه؟ 6 ساعات فقط. وعبادته وتضرعه كم ساعة كان ينام؟ الجد رحمه الله في فترة من فترات حياته 2 ساعتين كان ينام. هاي قضايا خيالية يعني لنا، وإلا هي واقعية لأمثاله. ولكن هو هذا الشيخ الممغاني اللي يصرف 18 ساعة من وقته، عندما العالم يقف أمام العلم يشعر بالألم. ما أدري وجدتم هذا الإحساس في يوم من الأيام، عندما تقفون أمام مكتبة ضخمة واحد يشعر بالألم ما يقدر. كان أحد العلماء كان يقول أنه أنا أتمنى أنه اليوم يتحول إلى 48 ساعة ما ألحق، كل ما أركض 24 ساعة قليلة. العم حفظه الله قال له ما يفيد هذا، لأن صار 48 ساعة تشعر أنه 48 ساعة أيضا قليلة. إذا ركضنا في طلب العلم 1000 عام ما ينتهي. منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هاي الحالة تجدونها في بعض الأثرياء، يركض 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 إلى المليون، عندما وصل للمليون يشوف المليون الثانية، عندما وصل للمليون الثانية بعد ما يشوف خلفه وما هو فيه، يشوف المليون الثالثة، يشوف المليار، وهكذا فيركض إلى نهاية حياته. الآن المثال المادي ما علينا به، علينا بالمثال المعنوي. فهذا العالم عندما يقف أمام هذه البحور المتلاطمة من العلم يشعر بالألم في داخله ويشعر بالأسى في داخله. هل هذا تقصير فاعلي؟ كلا، هذا عنده تقصير أبدا. 18 ساعة دا يطالع ويكتب، ولكنه نوع من أنواع القصور الفعلي. ما أقدر. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي طبق هذه الآية العلماء يقولون باخع يعني مهلك. النبي صلى الله عليه وآله
لعلك باخع نفسك مهلك نفسك. كان يتألم أشد التألم، مثل أبوه عنده ابن، هذا الابن منحرف، ما يسمع كلام، يدمر دنياه، يدمر آخرته، يروح في خط المخدرات. هذا الأب يكاد يتمزق في داخله. الأب مقصر؟ لا، بذل كل جهده لتربية هذا الولد مثل ابن نوح، ولكنه معتدل. الأب شنو موقفه؟ يتألم في داخله. ليش هذا التألم؟ التألم هل هو للتقصير الفاعلي؟ كلا، وإنما هو للقصور الفعلي إذا صح التعبير. فلعلك باخع، يعني قاتل نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنبي كالأب الرحيم، بل هو الأب الرحيم لهذه الأم. النبي كان يتألم. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الوجود الإمكاني، الإمكان يفرض حد، الإمكان، الوجود الإمكاني يفرض عليك حد. هذا البدن يفرض عليك حدا آخر، يعني الوجود الإمكاني يحددك، هذا البدن المادي العنصري يحددك بحد آخر، فأنت تشعر بالألم وتشعر بالقصور الفعلي للفاعلي يريد أن يعبد الله، ولكن لا يتمكن كما يريد. قلنا الشيخ الممغاني لعله كان يريد أن يكتب 24 ساعة لكن ما يقدر. الوجود الإمكاني، متطلبات البدن تضع لك حدا، هذا من جانب. من جانب ثاني، الوجود الإمكاني يفرض عليك أمورا، هذا البدن يفرض عليك أمورا، وأنت تشعر بأن هذه الأمور نوع من القصور. ربما هذا الأمر يكون واجب عليك من الناحية الشرعية، مفروض عليك، ولكن لا ينفي الإحساس بالقصور. الآن أجيب لكم مثال: واحد من الأفراد ابتلي بمشكلة في عموده الفقري، الطبيب قال لازم تنام وما تتحرك إلى مدة، أو ابتلي بمشكلة في عينه. بعض الأفراد عندما يصابون الطبيب يقول لازم تنام على ظهرك ولا تتحرك إلى 8 أيام مثلا، هالشكل، أي حركة مضرة، وربما تكون هذه الحركة محرمة من الناحية الشرعية كما هي محرمة من الناحية الطبية. أنتوا نايمين، يجي شخص عظيم لزيارتكم، أنتوا مفروض أن تظل رجلكم ممدودة، هذا واجب عليكم من الناحية الطبية، لعله واجب عليكم من الناحية الشرعية. أبوكم أجى لزيارتكم، أمكم أجت لزيارتكم، الإمام المعصوم صلوات الله عليه في عهد الحضور أجى إلى زيارتكم، ما تشعر بالألم؟ إذا واحد غليظ المشاعر ما يشعر بالألم، مو كلامنا في هؤلاء، ولكن الذي له إحساس مرهف ما يشعر بالألم؟ أمام الإمام المعصوم ماد رجل ما يشعر؟ خب، كيف يجبر هذا الشعور بالاعتذار؟ يعتذر، يقول أعتذر منكم، هذا خلاف الأدب، لكن ما أتمكن.
هو الإمام يقول لك لا تتحرك، يجب عليك أن لا تتحرك، ولكن تعتذر. هذا الاعتذار يمثل نوع من الأدب، ويمثل نوعا من أنواع جبر القصور الفعلي. هذه القضية لعله نقلتها لكم قديما، الوالد رحمه الله كان ينقل أنه كان هنالك شخص في قوم يقال له الشيخ الملايري، معروف، أنا ذهبت إلى زيارته ورأيته عن قريب. هذا الشخص كان عنده بعض العلوم الغريبة، العلوم غير المألوفة، العلوم الإفاضية، وآتيناه من لدنا علما. الوالد رحمه الله يقول أنا سألته من أين أفيضت عليك هذه العلوم الغريبة، قال أنا كنت في مشهد، كنت في مدرسة، هذه المدرسة كانت بموازاة رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه، جئت ليلا إلى الحجرة رأيت القبة أو رأيت المنائر، أنا الآن في مواجهة رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه. إحنا أمثالنا بعضنا يعني هذه المعاني الرفيعة لا نفهمها، وإذا فهمناها لا نعتني بها. ولكن هذا الرجل قال كيف أنام وأمد رجلي وأنا في جانب رأس الإمام الرضا صلوات الله عليه. الآن إذا طفل أكو هنا ينام هنا قدامنا صن لا يشعر بشيء، أما إحنا ننام في المجمع أبدا. كيف أمد رجلي وأنا في حجرة موازية لرأس الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ شفت هذا خلاف الأدب. فجلست وبدأت بالذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن مثلا، يعني هذه النوعية في حالة جلوس، وأحيانا كان يغلب علي النوم فأنام وأنا جالس. ما يقدر، لو كان يتمكن ما كان ينام، ولكن ما يقدر، لعله وظيفته الشرعية لأنه بكرة عند الدروس إذا بالليل ما ينام ما يتمكن بكرة أن يطلب العلم الواجب عليه، وظيفته، فلعله ينام لأنه وظيفته، لعله ينام قهرا تأخذه سنة من النوم. كنت أنام وأنا جالس ثم أستيقظ ثم أنام وهكذا إلى الفجر. لاحظوا درجة المعرفة. يقول فعلت هذا العمل لا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث، وإنما إلى عام كامل. هذا كان شغله، أنتوا ليلة واحدة جربوا هذا العمل شوفون تقدرون أو ما تقدرون، كلش عملية صعبة. وعلى أثر ذلك أفيضت علي هذه العلوم اللدنية، وآتيناه من لدنا علما. عندما تنام وأنت في محضر الإمام تشعر بالألم، مجبور، ماذا تفعل، وتشعر بالقصور، فتجبر هذا القصور بالاعتذار. هاتان زاويتان، زاوية الحد الذي يفرضه الوجود الإمكاني، وزاوية الضرورات التي يفرضها الوجود الإمكاني. هذه هي الإجابة الرابعة. هذه الإجابة أشار إليها الإربلي، مذكورة إجابته
في البحار؟ الوالد أيضا يختار هذه الإجابة في فقه العقائد صفحة 36، يقول: فالاعتراف إشارة إلى الأمر التكويني من نقص الممكن ذاتا، فإن الإنسان يريد بهذا الاعتراف أن يؤدي حق العبودية. هذا الاعتراف نوع من أداء حق العبودية أمام الخالق، وأن يكمل ذلك النقص الإمكاني بالمقدار الممكن. مثله مثل من يأتي بالخبز اليابس والماء المالح لضيف عظيم في حال كونه لا يملك غيرهما، فإنه يعتذر أشد الاعتذار من الضيف، مع أن عمله ليس حتى ترك الأولى الفاعلي، وإنما يشير إلى ترك الأولى الفعلي، ويعتذر لسد النقص الذي لا يملك المعتذر فيه الكمال. وهكذا عمل الأنبياء واعتذارات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في قبال الله تعالى. هذه أجوبة أربع. أكو هنالك ثلاثة أجوبة أخرى نذكرها على نحو الاختصار. الإجابة الخامسة، العلامة المجلسي رحمه الله يطرحها في البحار على نحو الاحتمال في مجلد 25 صفحة 210، يقول: إنهم لما كانوا في مقام الترقي في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الرب تعالى وما يتبعها من السعادات، فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه. ويمكن أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله: إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. الخطباء طبعا كمالات أهل البيت وكمالات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فوق ما نتصور وفوق ما نتخيل، لكن أضرب لكم مثال. الخطباء عندما يبدأون بخطابتهم، أول ما يبدأ بالخطبة الأولى، ربما تكون الخطبة ناجحة، ولكن بعد 20 عام عندما هو يسمع هذه الخطبة، عندما يتدرج في مدارج السمو والارتفاع، يشعر بالخجل من نفسه. جربين الخطباء أو ما مجربين؟ أو واحد مؤلف يشوف الكتاب اللي كتبه عندما كان عمره 20 عام، يشعر بالخجل، وإذا شاف هذا الكتاب عند واحد يعتذر منه: كتاب جيد ولكن المستوى صعد، فيعتذر من ذاك، مع أنه ذاك يمثل الكمال، ولكن مرتبة من مراتب الكمال، وقد وصل إلى مرتبة أعلى. إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة، وإنما هي نفسي في نهج البلاغة أروضها بالتقوى. رياضة في الكافي إننا لنزداد في كل ليلة جمعة. هذه إجابة مبنية على أن مراتب الكمال لا تتناهى. الكمال إلى نهاية؟ لا. العلم إلى نهاية؟ لا. وقل رب زدني علما. هذه هي الإجابة خامسة. الإجابة السادسة هي التي يطرحها العلامة المجلسي أيضا رحمه الله على نحو الاحتمال، يقول:
إنهم عليهم السلام لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم، فكل ما أتوا به من الأعمال بغاية جهدهم، ثم نظروا إلى قصورها من أن يليق بجناب ربهم، عدوا طاعاتهم واستغفروا منها. ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقة لا يأبى عن قبول تلك الوجوه الرائقة. هذا جواب أيضا. يلاحظ العمل ويلاحظ من عمل لأجله. العمل عظيم جدا، ولكن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما نتصور. إحنا كل ما نترقى في مدارج العلم، معرفتنا بالله تكثر، خشوعنا يكثر، خضوعنا يكثر. الله تعالى يقول هذا الشيء في القرآن الكريم في آيتين. في إحدى الآيتين الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الإلهي يورث الخشية. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله، لاحظوا العلم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. يخرون يعني شنو؟ يعني يسقط بالاختيار. هذا معناه يسقط على ذقنه، لأنه السقوط مو اختياري. لمسنا هذه الحالة، وجدنا هذه الحالة في أنفسنا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا، خر يعني سقط بالاختيار، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ذلك العالم، لعلنا نقلنا قضيته قبل مدة طويلة، العالم الغربي قال للدكتور عناية الله المشرقي: أنا عندما أنظر إلى روائع خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أشعر بأن كل وجودي يهتز. واحد يصل إلى هذه الحالة، هذا مستوى المعرفة يصعد. هذه الإجابة السادسة. الإجابة السابعة والأخيرة لعلها تظهر من رواية، بعدين إذا حبيتوا راجعوا هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار المجلد 17 صفحة 89 الحديث رقم 19، ربما هذا المعنى يظهر من هذا الحديث. وهذا المعنى: إذا كان هنالك شخص يرتبط بجهة معينة، ارتباط، أكو هنالك نوع من الارتباط بين ذلك الشخص وتلك الجهة، وفعل ذلك الشخص ما لا ينبغي، هذه الجهة ترى من مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية أن تتحمل ذلك العمل وأن تعتذر من ذلك العمل وأن تتحمل الآثار الوضعية التي ترتبت على ذلك العمل. أبو في محله عند ابن، هذا الابن راح وقتل شخصا بدون أي تقصير من هذا الأب. أكو ارتباط بين الأب وبين ولده، حتى إذا هذا كان القتل خطأ لم يكن عمدا، الأب يرى أن وظيفته الأخلاقية أن يأتي إلى ولي المقتول وأن يعتذر منه. هذا من شنو دا يعتذر؟ هو لم يصنع شيئا ولم يكن منه تقصير في هذا العمل، ولكنه يعتذر من عمل شخص ينتمي إليه بنحو من أنحاء الانتماء.
هذه الأمة المرحومة، يعني إحنا ننتمي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بنحو من ألحاء الانتماء، النبي الأعظم وأمير المؤمنين. أبوى هذه الأمة، أنا وعلي أبوى هذه الأمة، فإذا صدر من شخص من هذه الأمة المرحومة ذنب، النبي يتألم. الإمام الحجة صلوات الله عليه وهو إمام زماننا يتألم. أكو في الرواية لا تسوء رسول الله صلى الله عليه وآله، راجع الرواية في البحار. النبي يتألم، الإمام المهدي يتألم، أئمة أهل البيت يتألمون، مثل الأب اللي يتألم فيعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي، يعني لأجلي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. الإمام لم يرتكب ذنبا مع التفسير اللي في الروايات موجود للذنوب التي تهتك العصام، حاشاه، مقامه فوق ذلك، ويطهركم تطهيرا، ولكن اغفر لي لأجلي هذه الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي لي لأجلي تنزل النقم، يعني هذه الذنوب، راجعوا في الرواية تفسير هذه الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، هو يتحمل المسؤولية. هاي القضية ما أدري نقلتها لكم قديما لولا، أنا قديما قارئ هاي القضية فأنقلها لعله بالمضمون. فد واحد مسلم فقير وجد خاتما، خاتم ثمين، فقير وجد خاتم، بحث فرأى أن مالك هذا الخاتم رجل كافر ثري، اجى إلى ذلك الكافر وقدم له الخاتم، قال هذا خاتمك أخذه. قال له الكافر أنت فقير؟ قال نعم. قال تعلم أني كافر؟ قال نعم. قال تعلم أني لم أكن أعلم أنك أخذت هذا الخاتم؟ قال نعم. مضمون القضية. قال فلماذا لم تنزل هذا الخاتم في جيبك وتاكله؟ قال اتفاقا أنا فكرت في نفس هذا الشيء أنه أخذ هذا الخاتم وأتعيش به. قال له فلماذا لم تفعل هذا العمل؟ قال إحنا نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، نبيكم عيسى أو موسى، في يوم القيامة نبيكم، مثلا إذا كان مسيحي نبيكم عيسى، يأتي إلى نبينا ويقول إن رجلا من أمتك سرق خاتم رجل من أمتي، النبي يشعر بالألم ويشعر بالامتعاض ولعله يشعر بالخجل، أنا شفت أن هذه الثروة لا تساوي امتعاض رسول الله وألمه فتركته لذلك. النبي يتألم طبعا، النبي يتأثر، الأئمة صلوات الله عليهم عندما تعرض عليهم أعمالنا في كل يوم خميس وفي كل يوم اثنين يتألمون من سجل أعمالنا فيعتذرون إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. هذه أجوبة سبعة على هذا السؤال المطروح، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم
الظلام وبين نور مشرق هدي